السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. مرحبا بكم معنا في قصة جديدة. القضية ديال النار وقعت في عام 2002، يعني داز عليها دابا تقريبا شي 22 عام، ولكن تفاصيل وهذا الشيء اللي عاد تسمعوا فيها وكيفاش دازت الأمور شي حاجة اللي كتوتر الأعصاب. المهم بلا ما نطول عليكم، ندخل مباشرة في سرد تفاصيل جريمة اليوم. قضية ديال النار غادي دينا باش نحكيو الحكاية لواحد الشاب سميتو ميمون، وغير تسمعوا السميه تعرفوا راه من الجهة الشرقية. ميمون شاب ريفي، الأصل ديالو من النواحي ديال مدينة الناظور، وتحديدا في واحد القرية لواحد الجماعة كيقولوا لها السيدال. ميمون عاش واحد الأسرة اللي كتكون من الأم والأب، عنده جوج ديال خوتو ولاد وعنده جوج ديال خوتو بنات. ميمون جا هو الوسطاني، يعني الولاد كبر منه والبنات صغر منه. الكبير في الخوت مشى لألمانيا عايش فيها، اللي تابعو مشى لهولندا ومستقر فيها. البنات تزوجوا وسكنوا في مدينة الناظور مع رجالها. الأب رب الأسرة ديال هاد العائلة كان فلاح، كان عندهم واحد الأرض فلاحية باني فيها الدار ديالو وعايش ومستقر هو وليداتو. مور ما تزوجوا وليداتو بربعة بيهم، الأب مسكين غادي يشوف شكون غيبقى. غيبقى غير ميمون هو والأم ديالو، عايشين في ديك الدويرة وفي ديك الأرض الفلاحية. ولكن ميمون بما أنه هو الصغير هو المفشش، كان ما بغي يدير حتى شي حاجه في حياته، كيتسنى خوتو يدبروا له شي تسافر للخارج، يعني ما قرا ما تعلم صنع ما دار حتى شي حاجه. ميمون كان كيمشي للناظور، والحاجه الوحيده اللي كيعرف يديرها هو انه كيدخل لمليليا وكيجيب ترابانتو، يعني كيمارس المهنه ديال التهريب، وهذه هي الحاجه الوحيده اللي كان كيعرف يديرها. كيدخل يجيب السلعه من تما وكيبيعها في الحوان ديال الناظور، يعني من مليليا كيخرج السلعه من الناظور. وكان مدور الحركه واحد شويه. الام ديالو ملي شافت راسها كتبقى في القريه غير بوحديتها، يعني ما عندها ما دير تما، اش غدير في الدشر؟ مرا كبيره ما قادره دير فلاحه ما حتى شي حاجه. الارض اللي كانت عندهم كانت مشروكه ما بين الزوج ديالها اللي توفى مع الاخ ديالو. الاخ ديالو كان عنده بزاف ديال الدراري، بزاف ديال الاولاد، وكانوا مقابلين مع الفلاحه ومعاونين معاه، وهما اللي بقاو مستقرين تما وكيديروا خدمتهم كيف العاده، العكس ديال الام ديال ميمون اللي قالت ما عندي ما ندير هنا، لان لا ولدي حتى الولد ما مبليش بفلاحة. قررت انها تمشي لمدينة الناظور، منها تبقى قريبة لبناتها وحتى ولدها بلا ما يبقى غادي جاي، يعني ماشي كل نهار عايش الطاكسي من جماعة سيدال ويطلع حتى الناظور ومنها يمشي لمليليا. الغد اللي عاود يدير نفس المسألة وكيمشي ويرجع، يعني فيها مصروف كثير، وهو ما عنده غرض بالفلاحة، يعني عنده الغرض غير بالتهريب، لان خاصو يبقى في الناظور، هذه هي الخدمة ديالو. فعلا تستقر هي ولدها في مدينة الناظور، ولادها اللي في الخارج شراو ليها واحد الدويرة أتوها وبقات جالسه هي وولدها ميمون. ميمون كان نهار كيدخل للديوانه وعشر ايام ما كترشقلوش كاع، كيبقى جالس غير تيتنين حدا مهمته، وداكشي اللي كان كيصور في داك النهار كيبقى غير كمي به ويتقوى به. السيد ما كان كيفكر في والو، ما عنده غرض. الام ديالو كبرت في السن ديالها، وملي كبرت اتصلوا بها بزاف ديال الامراض، ولات كتشكى من مجموعه ديال الامراض، ديما فيها الحريق ديما فيها السخانه، ولكن واحد الحاجه اللي كانت مأطره فيها بزاف هو الحريق ديال المفاصل. كان هذا الحرق المفاصل وفي العمود الفقري، وكانت كتشكى حتى بعنقها، كتشكى بيديها، يعني كاع المفاصل ديالها كانوا هالكينها. مرة بدات كتعيا، بدات كتمشي عند الاطباء، كتمشي للناطور، كتمشي للحسيمه هما المدن اللي قراب ليها، ولكن الناس كينصحوها وكيقولوا لها بان لا بغيتي الدواء راه خاصك تمشي للرباط او تمشي لكازا، تما كاين اطباء اختصاصيين، اطباء لصحاح. الحاله ديال السيده ما كانش كتحسن نهائيا، ملي بدات كدير دوك الصور ديال الاشعه، ملي بدات تعرف المشكل اللي عندها، لقات عندها اعوجاج في العمود الفقري، يعني العمود الفقري بدا كيعوج ليها، وهذا المشكل كان خاصو الترويض. مدينه الناظور ما كان فيها حتى شي واحد كيدير الترويض، وهذا الشيء اللي يخلي السيده تبدا تبحث على الناس اللي دايرين بها باش تاخذ من عندهم النصيحه، شنو الحل، شنو ندير. الجيران والاصدقاء كلهم نصحوها بمدينه الرباط، قالوا لها الرباط فيها اطباء في المستوى، كاين اطباء اختصاصيين في هذا الشيء ديال العمود الفقري. عطاوها السميه ديال بعض الاطباء، اقترحوهم عليها، قالوا لها حتى لا ما بغيتيش تمشي عند هادو سيري للمستشفى العام ولا المستشفيات اللي معروف في مدينه الرباط، وممكن انك تلقاي حل المشكل ديالك. فعلا هذه المراه الكبيره اطلب من ولدها ميمون باش يديها للطبيب. ميمون هو الوحيد اللي عندها، هو الوحيد اللي بقى معاها في المغرب، وكان ضروري هو اللي يتكلف بها. البنات راهم مزوجين في ديورهم،
لولادهم في الخارج على برا، يعني عاد تمشي غير هي وميما. تقتيوية انهم يمشيوا النهار ديال الحد في العشيه باش نهار الاثنين الصباح يصبحوا تما، يصبحوا شاد النوبه الصباح بكري في مدينه الرباط. شدت هي ولا الطريق، وصلوا لمدينه الرباط تقريبا مع 5 د العشيه. ملي حطهم الكار في المحطه، محطه القمره راه معروفه، ولدها مسكين ما كيعرف والو في الرباط، ما عمرو جا الرباط الا مره واحده. السيد ما كانش كيخرج بزاف من الناظور، حتى لا سافر يسافر وجده او الحسيمه لا بعد كاع. اما الداخل ما كانش يمشي ليه نهائيا، كما قلنا ابعد منطقه كيمشي ليها هي الحسيمه او تطوان. بالنسبه للرباط مشى ليها مره واحده كما قلنا ملي كان صغير، والبلاصه الوحيده اللي كان كيعرف هي باب الحد اللي حدا سمعت حسان. ملي وصل للقمره شنو دار؟ يمشي للحاجه اللي كيعرف، شط طاكسي هو والام ديالو ومشى مباشره لباب الحد. وصلوا هو وميمتو مع تقريبا 6 ديال العشيه، جلسوا هو وياها في واحد القهوه تما. قال لها جلسي امي شويه هنا، انا غنمشي نقلب على شي اوتيل يكون شويه على قد الجهد، شي اوتيل رخيص اللي نباتو فيه. وفعلا عيلقى واحد لوطيل شعبي من دوك لوطيلات اللي ما مصنفينش، اوتيل عادي والثمن ديالو ثمن رخيص. ملي لقى داك لوطيل داك الفندق، خلص السيد يعني حجز واحد الغرفه ليه هو امو، ومشى عند امو باش يجيبها. تعشى على برا، وملي وصلوا لوطيل دخلوا الفندق، اعطاهم الغرفه ديالهم داك السيد اللي مقرب تما. هنا ميمون ملي غادي يوصل تما غادي تصدم، حيت داك الفندق كان ما فيه ما يتشاف، لا الغرفه ولا الفندق اللي كانوا شي حاجه اللي دون المستوى. ديك لا شومبر اللي يدخلوا ليها غادي يدخلوا بداو كيشموا فيها ريحه خايبه، ريحه الغموليه، ريحه ديال بحال داكشي البني القديم. اضافه للطواليت راه كانت مشتركه بين الناس كامله اللي في لوطيل. كاين واحد كولوار كبير فيه مجموعه من الغرف مصافين، وكاينه في الراس ديالهم واحد الطواليت، الطواليت اللي كيستعملها كلشي. هنا ميمون بدا كيحس شويه بالندم، ولكن ملي كيشوف بان مشى الحال راه تقريبا ديك الوقيته كانت 7 د العشيه، عاد عينود هو ما عرف والو في الرباط، عينود بدا يقلب وبدا يسول، وعاد غالب عليه الريفيه يعني ما كيعرفش يهضر العربيه مزيان. الحال ديك الساعه بدا يضلع، قال نباتو هاد الليله هنا الغد فيه صباح ويفتح. الام ديالو تصاب دايره حسابها، جايبه معها واحد ليزار، جايبه معها الغشه ديال المخده، وبدات كتبدل داكشي اللي تما. قالت له اوليدي راه ماشي مشكل، نعسو هاد الليله نرتاحو، والغد ليه في الصباح مشيو نيشا للطبيب، ومن بعد نمشيو في حالاتنا. الام ديالو كانت مهلوكه بالضحك، ما ولفاش ضربت 100 سوايع ديال الطريق في الكار. السيده حطت راسها بدات كتشخر، العكس ديال ميمون بقى متوتر، بقى خايف، كيقول شنو غيوقع هاد الليله هادي. ان مع داك ديك 9 ديال الليل لوطيل بدات فيه الحركه، بدا كيسمع الضحك، كيسمع التقشاب، كيسمع شي ضحكات اللي في شي شكل ديال رجال وديال نساء، الموسيقى مطلقه بالجهد. ميمون جالس وخايف، صافي ملي كيكون براني ما مولفش يسافر ما مولفش لوطيلات كيكون ديما مزير. كيقول ميمون هاد لوطيل تقدر توقع فيه شي حاجه، من الاحسن نبقى فايق، نبقى راد الباب، نبقى حاضر مهمتي، يقدر يدخل علينا شي سكيري، شي شفار، شي واحد اللي يهجم علينا ويأذينا. السيد عارف بان هاد الناس اللي هنا ماشي في الوعي ديالها، يعني كنتاكد ان هادوك اللي في لوطيل دابا اللي جاو دخلوا دابا، خصوصا الناس اللي دخلوا مور 12 الليل، راه الناس اللي ماشي في الوعي ديالهم. فعلا ميمون بقى جالس فوق الناموسيه، ميمتو راه ناعسه كتشغل، ولكن هو غير ساكت ومركز مع الاصوات اللي دايره في داك لوطيل. ملي دارت جوج ديال الليل، ميمون الشومبر اللي كانت لاصقه عليهم بدا كيسمع فيها شي هضره مفروزه، سمع جوج الناس دخلوا تما، تقريبا دخلوا حتى شي جوج الليل. هاد الجوج كانوا مراه وراجل، واضح انهم سكرانين، كان اللسان ديالهم كيهضروا لسانهم راكد. في الاخر بداو كيبان له ان بلا حل كيحسبوا شي فلوس، كيتحاسبوا وكيضحكوا فرحانين. سمع البنت كتقول بصوت واضح، كتقول له هادي همزه اللي ما عمرنا ضربنا بحالها، قالت له الضربه ديال هاد المره هتعيشنا مرتاح. سمعها كتقول ان هاد الفلوس راه خاصها تفرق، وحتى الذهب حتى هو خاصو يتفرق، نبيعوه ونفرقوه. ميمون بقى يتصمت مزيان وكيتاكد من الهضره. سمع الراجل اللي معاها تيقول ليها كلشي ديالك اللي طبيتيها ديها، خودي بيدك اللي عجبك. يلا صافا غادي نفرقوا الفلوس، ولكن الذهب خاصنا نرقدوه واحد شويه، نرقدوه واحد المده عاد نبيعوه ونفرقوا الفلوس، العينين غيكون علينا وغيكون على الذهبيه كامله. هنا ميمون فهم من الهضره ان هاد الناس سرقوا شي حاجه، وباين عندهم فلوس كثيره وذهب كثير، ولكن منين جايبينه الله اعلم. ميمون ما داش الناس ديك الليله، هادوك اللي كانوا لاصقين على الشومبر ديالو بقى متبع معاهم شنو كيقولوا،
كيضحكوا كيعاقبوا الناس كيهضروا مع بعضياتهم حتى وصلت ديك 3:30 ديال الصباح. ديك الساعه الحس ديالهم غادي يتقطع. ملي دارت تقريبا 4:30 ديال الصباح الميمون بغى يمشي للطواليت حاشاك، حل الباب ديال الغرفه ديالو، حلوه غير بشويه باش ما يفيقش الناس، وخرج باش يمشي للمرحاض. فهاد الوقيته الاوتيل كانت تقطعت فيها الرجل، يعني ما بقى لا داخل ولا خارج. هادوك اللي كانوا كيضحكوا، هادوك اللي كانوا داير الروينه في ديك الليله، اغلبيتهم نعسوا. وفعلا ميمون غادي في داك الكروار وظلام وغيب بوحديتو. ملي وصل راس ديالو، ملي قرب الغرفه اللي كانت لاصقه عليهم، اكتشف ان الباب ديالها ما مسدودش. الفضول خلاه انه يقرب ويتاكد واش فعلا ديك الباب محلوله ولا مسدوده، ولكن لقى ان الباب غير مردوده مبسنا واحد شويه. رمى عينو وبانو له جوج ناعسين تما، مرا وراجل ناعسين وكايشخر ام غيب بالناس. هنا ميمون عاد تفكر الهضره اللي كانوا كيقول، هو ملي سمعهم كيهضروا على الفلوس وسالوا الهضره حس بهم بحال رماو شي حاجه في البلاكار. من موراها سدوا الباب ديالو، يعني هو عارف ان الحصيصه والهمزه اللي كانوا يهضروا عليها راه كاينه وسط البلاكار. هنا ميمون ما فكر جوج ديال المرات، عارف بلي دوك الجوج يعني المرأة والراجل راهم شاربين وغارقين في نعاسهم ومستحيل انهم يفيقوا به، واخا يزطم عليهم كاع ما يفيقوش. جاتو الفكره، لمحت له الفكره وغادي ينفذها في البلاصه بدون تردد. حل الباب ديال الغرفه بشويه ودخل، لقى قبالته البلاكار ديال الخشب، دخل بيتها بشويه، دخل على الطرف ديال صبعانو، حل داك البلاكار غير بشويه، وهو يبان له واحد الصك حل كبير، هزو وخرج كيتسلت، رد الباب مورا ديال البيت ومشى مباشره للغرفه ديالو هو وامه. الى سعنا وسيله والقلب ديالو غادي يسكت في الخلا، بقى لمده تقريبا ديال شي 5 دقائق. من موراها غادي يقرر انه يحل داك الصك، وملي حل الصك لقى فيه واحد المبلغ اللي ما عمرها شافتو عينو، غير الرزامي ديال 200 درهم. حداه كاينه واحد الكميه كبيره ديال الذهب. هنا ميمون قال مع بالو هذه ميزه وجابها لي الله، ومستحيل اني نرجع الصاك لبلاصتو وخا يعرف شنو يوقع. بقى كيفكر شنو غادي يدير، شنو غادي يدير، اشنو بالو داك الصاك غادي يشدو غادي يخويفو بناموسيه. داكشي اللي كان وسطو دارو في الشنطه ديال ميمتو، الصاك لواه ودارو في واحد الميكاك حنا كان ديجا عندهم. بقى جالس واحد شويه وهو يسمع الاذان ديال الفجر، فيق الام ديالو، مشى هو وياها للمرحاض، بقى واقف عليها حتى توضات ورجعت للبيت ديالها. الام ديالو ملي صلات الفجر قال لها ارتاحي واحد شويه، انا نخرج برا نشوف شي حاجه باش نفطر، وديك الساعه موراها مشيو للكلاب. الام ديالو مور ما صلات الفجر قررت انها ترجع تنعس واحد شويه. هنا ميمون هز ديك الميكا الكحله اللي دار فيها الصاك وهود مع الدروج ديال لوطيل. الوقيته اللي خرج فيها من لوطيل كان حتى شي واحد ما كاين، حتى السيد اللي في الريسبسيون، السيد اللي في الاستقبال كان مازال ناعس باقي جابد عليه. وداك الشيء علاش ملي خرج من لوطيل ما شعر به حتى شي واحد. ميمون اول ما خرج من الباب ديال داك الفندق بقى كيقلب كيشوف كيدور عينيه فين غادي يرمي داك الصاك. شويه غادا تبان واحد البركاسه مشى قصدها رمى فيها داك الصاك الكحل، موراها بدا كيدور في باب الحد على مالين الشفنج، لقى واحد السيد كيبيع تما على الصباح الشفنج، قال مع بالو شري شويه الشفنج نشري اتاي ونطلع نفطر انا وميتي. شرا الشفنج وشرا اتاي وتم راجع للوطيل. ملي كان داخل هاد المره الراجل اللي كان في الاستقبال فاق به، فاق وبقى كيطلب فيه وشافو ام طلع الشفنج ومطلع الكيسان ديال اتاي. قال له السلام عليكم. وعليكم السلام. وطلع ميمون عند الام ديالو فيقها وبدا كيهضر هو وياها، كيهضروا مجمعين هما كياكلوا الشفنج وكيشربوا اتاي. ملي دارت 7 ديال الصباح قال انا غادي نخرج واحد الدقيقه وغادي نرجع، وديك الساعه نمشي وانا وياك للطبيب. الام عارفه بان ولدها مبلي وما كيبغيش يكمل قدامها، فهمت انه فطر دابا راه غادي يخرج يقلب على ما يكمل، وملي يسالي راه غادي يرجع عندها باش بجوج بهم يمشيو عند الطبيب. فعلا ميمون خرج على برا وفعلا شرا الكارو وبدا كيكمي كيكمي وكيتمشى، وهو يبان واحد الحانوت كيبيع الشوانط. داك الحانوت بدا كيحط السلعه ديالو كيبيع دوك الباليزات الشوانط الساكادويات. هنا جات واحد الفكره، مشى عنده
وشرا واحد الشكاره واحد المحفظه ديال الدراري الصغار اللي كيديهم للمدرسه وفيهم نيكيات وداكشي، شكاره صغيره فيها الرسوم تاعها اللي كانوا مصومين، قال له راه غادي نشريها لبنتي الصغيره. هو شنو فكر؟ فكر ان يجمع فيها داك الرزيق اللي عنده. داكشي اللي دار، خدا ديك الشكاره دارها على كتفه وطلع عند الام ديالو للغرفه. الام ديالو مور ما لبست حوايجها طلبت منه انها تمشي للمرحاض، قالت له تسناني غنمشي للمرحاض وموراها نتحركوا. وبقيت اللي مشات الام ديالو للمرحاض ميمون جمع داكشي كله اللي سرق فلوس والذهب ودسهم في الشكاره خباهم تما. هز ديك الشكاره سد سلسله دارها على ظهرو ولبس الجاكيطه فوق منها، يعني لا دا شي واحد من قدامه ما تبانلوش الشكاره، تبانلو غير الجاكيطه. السيد كيبان راه حكى البرد تما، جاكيطه سخونه راه دايرها على البرد، شنو كاين تحت الجاكيطه الله اعلم. من ديك الوقيته ميمون ما حطش كاع ديك الشفار، هو وميمتو خرجوا مع 8 ديال الصباح، خرجوا ومشوا مباشره لعند الطبيب اللي هما اصلا جايين لعنده. دمو الطبيب دوزت شافوا شنو عندها، الطبيب قال لها لا لا راه خصك ديري شي تحاليل، عاد خرجي ديريهم والغد ليه الصباح من يخرجوا لك تجيبوهم وتجي عندي. ميمون خرج هو والام ديال مباشره لعند المختبر، داها اللابوراتوار دار ليها التحاليل، تغداو هو وياها وقال لها دابا غادي نرجعوا للوطيل نرتاحوا واحد شويه تما، دابا ما عندنا علاش نمشيو نقلبوا على شي وطيل اخر، واخا الوطيل ماشي نقي ولكن جلسوا فيه ما عندنا ما نديروا. مع جوايا ديك الجوج ديال العشيه كانوا وصلوا تما للوطيل، ولكن الوقيته اللي وصلوا هاي لقاو نايضه فيها الروينه. ديك المراه وداك الراجل كانوا منوضين السكوندار، بجوج بهم كيضاربوا، بجوج بهم محيحين لغوات، هي كتقول له انت شفار، هو كيقول لها انت اللي شفاره، انت راك متفقه مع شي واحد باش يجي يدي فلوس، هي كتقول له غادي نقتلك، هو كيقول لها انا اللي غادي نقتلك. يعني بجوج بهم اكتشفوا عرفوا ان الفليسات مشاو الذهب مشى، وبقاو كيتهموا غير بعضياتهم، ما جاتش في البال نهائيا ديالهم ان شي واحد اخر يكون دخل عندهم البيت هو اللي سرق داكشي كامل. السيد اللي خدام في لوطيل طلع عندهم جوج بهم قال لهم شوفوا عاد جمعوا حويجاتكم وعاد خرجوا عليا دابا من هنايا، ما باقيش نشوفكم في لوطيل. ميمون كان كيتصرف بطريقه عاديه، دخل هو والام ديالو قال لها مي واش تبغي نبقاو هنايا ولا نمشيو شي بلاصه اخرى، لوطيل راه فيه صداع. ولكن مو قالت ليه شوف اوليدي قالت لينا غير هاد الليله ندوزوها هنايا وغدا الصباح يفتح ان شاء الله، الصباح نمشيو للطبيب ونمشيو بحالاتنا. فعلا ميمون غادي يدوز الليله الثانيه في نفس الفندق هو والام ديالو. الغد على الصباح مشى جاب التحاليل والدم عند الطبيب باش يقرا لها التحاليل ويقول لها شنو خاصها دير. الطبيب خرج لها الدواء عطاها واحد الرونديفو اخر، وتما ميمون غيقرر هو ومو انهم يرجعوا لمدينه الناظور. مشاو مباشره لمحطه الكيران ديال القمره، عرفوا الوقيته اللي غادي يتحرك فيها الكار، قطعوا الوريقات ديالهم، وملي وصلت الوقيته بجوج بهم غادي يشدوا الطريق. ميمون هاد الوقيته هادي الشكاره راه ما حيدتش من دارو نهائيا، دايرها ودير فوقها الجاكيت وكيدير بحال ما كاين حتى شي حاجه. هو وميمتو شدوا بلاصتهم في الكار وبقاو كيتسناو غير فوقاش الكار يقلع. ميمون قال لمو واش ما خاصك حتى شي حاجه ناخذوها من هنا نديوها من هنا، قلت له ما خاصني حتى شي حاجه، جيب لي نقره ديال الماء وشي حاجه بسيطه ناكلوها الله يجعل البركه. فعلا ميمون هبط من الكار مشى جاب الماء جاب جوج كاسكروطات وشدو الطريق لمدينة الناظور. ديك الساعة ملي قلع الكار كان ديك الوقيته 6 ديال العشية، أغلبية ديال الطريق كلها غادي يدوزوها في الليل، تقريبا شي 9 سوايع ديال الطريق ما بين الرباط والناظور. هو والأم ديالو بقاو جالسين في الكار، يعني الكار واخا كيوقف الناس كيهودو باش ياكلو ولا باش يدورو ولا باش يرتاحو، يتمشاو يسرحو رجليهم يمشيو في الطواليت حاشاكم، هو والأم ديالو كانوا جالسين غير في بلايصهم. كيقول لها واش نجيب لك شي حاجه اخرى تاكليها، كتقول له لا وليدي كليت كاسكروب ديالي الله يجعل شي بركه، ما خاصنيش نتقل، ما من الاحسن ما ناكلش باش ما ندوخش في الطريق. وبقات الامور هكا، شدوا الطريق ملي قربوا يوصلوا لمدينه الناظور غيوصلوا لواحد البراج ديال الجدرميه. هنا يطلع واحد الدراكي وبدا كيدور على الناس واحد بواحد، شد واحد البيل في يديه واللي داز من حداه كيضرب ليه البيل في وجهه، ضرب له البيل في وجهه كيبدا يسولو فين غادي منين جاي شنو جايب معاك شنو غادي دير في مدينه الناظور، حيت فديك الوقيته كان معروف ان كاع اللي كيمشيو لمدينه الناظور اغلبيه ديال واحد 90% هما ناس اللي كيخدموا في التهريب ديال السلاح،
يعني كيجيبوا السلعه كونتروبوند من الناظور اصلا هي كتدخل من ليبيا وكيديوها باش يبيعوها في مدن ديال الداخل. ميمون كان عارف ومتاكد من واحد القضيه تلاقى من الخبره ديالو كيقول بان رجال الدرك ولا رجال الجمارك ولا البوليس كيركزوا على الوجه ديال بنادم، يعني كيشوفوا فيه مزيان في عينيه، كيشوفوا واش غيتوتر واش غيتخلع واش غيدير شي رد فعل اللي ماشي هو هذاك، حيت الا كان الواحد مخلوع بوحديته اللون ديال وجهه كيتبدل، كيشكوا فيه كيديوه كيقلبوه مزيان. داكشي علاش ميمون قرر انه يتبت، يجمع راسه يعقد راسه وخا القلب ديالو راه غادي يسكت بالخلع. ميمون بقى جالس في الكرسي ديالو كيشوف داك الجدارمي، شافو راه جاي قاص دونيجا، طلع عنده ضرب له البيل في وجهه وبدا كيسولو الاسئله العاديه، ني جاي في غادي. هنا ميمون عطاه لاكارت ناسيونال ديالو، قالو انا اصلا انا ولد الناظور، انا غير مشيت انا والام ديالي ديتها الرباط دارت شي تحالي ودابا هادي رجلنا من تما، حنا راجعين من الرباط للدار ديالنا في مدينه الناظور. فعلا الدراكين اللي شاف بطاقه الوطنيه وعرف انهم فعلا ساكنين في مدينه الناظور، وملي بدا يطول في الام ديالو لاحظ ان المراه كتصرف بطريقه عاديه راسها خاوي، رد ليه البطاقه ديالو وبدا كيقلب الركاب الاخرين. هادو قيس ميمون دار شكر في ظهره والقلب ديالو معان بغير سيدي ربي. فعلا الدراكين بعد ما سال الخدمه ديالو نزل الناس اللي شاكين فيهم باش يقلبوهم على خاطرهم، موراها يطلعوهم والكار يكمل طريقه يكمل لمدينه الناظور. ميمون وصل الناظور تقريبا مع الفجر، حدو دخل الام ديالو للدار حس بها انها بغات ترتاح واستقرت، قرر مباشره انه يهز داكشي اللي سرق يخرج من الدار ويش طاكسي كبيره ويمشي للقريه ديالها، القريه اللي قلنا في بني سيدان. مشى لدارهم الاولى اللي كانت مسدوده، هو اول ما دخل الدار كان متاكد ان غير دوز 10 دقائق اولاد عمو غيجيو كيطيروا يدقوا عليه الباب، حيت بقوه ما كيمشيش هو ومو للدار ولات كتجيهم غريبه الا جا شي واحد منهم لتما. داكشي علاش العائله ديالهم غير يشوفوا الغاشي تما غادي يجيو كيطيروا، حيت راهم راسهم خاصهم يعرفوا علاش جاو، وكان عارف ان ولاد عمو غادي يجيو عندهم، وداكشي علاش كان خاصو بالخف يتصرف بواحد السرعه كبيره باش ما يجيوش يبرزطوه ولا جاو ما يطلبوش منه. دخل الدار ديالهم سد عليهم الداخل ومشى لواحد البلاصه كيقولوا لها المطموره ديال الزهر، يعني دوك الدور القدام البلديه اللي كيكونوا في الباديه كلهم كتكون فيهم واحد المطموره. شنو المطموره؟ واحد الحفره غارقه يعني تهز بنادم كثر من الوقفه ديالو، هي واحد 3 متر ديال العلو كيخبيو فيها الزرعه ديال العام كامل، هي بلاصه اللي كتكون تحت الارض وعندها واحد الدخيله ملي كيدخلوا ليها دخيله صغيره. فعلا ميمون شد ديك الفلوس اللي عنده في الشكاره، حل الشكاره وتاكد منها مزيان حسبها، لقى ان الفلوس تقريبا المبلغ ديال 30 مليون الذهب كانت باينه فيه، حتى هو الى تباع غادي يجيب نفس القيمه، حتى هو الى باعو على الاقل غادي يجيب 30 35 حتى 40 مليون. ميمون قرر باش يمشي يخبي ديك الفلوس في المطموره، شد ديك الشكاره لواها هود المطموره خبى الشكاره في واحد البلاصه اللي ما طيحش على الجل الكحل، قبل ما يخبي بعدا الفلوس خدا منها واحد 5000 درهم مبلغ بسيط، قال عنقضي به الاغراض ديالي بيد ما رجعت للفلوس، خاصو باش يتحرك. قال الفلوس ما نقيسهاش واحد المده حتى تبرد القضيه، حيت ما عارفش القضيه كيفاش غتسال. الحاجه اللي ما كانش عارف ميمون هو ان البنت اللي كانت في الاوتيل هي وداك الراجل، يعني البنت اللي خدا منهم الفلوس اللي ساق منهم ديك الفلوس وداك الذهب، انها الليله اللي شد هو فيها الطريق الناطور راه مشات هي عند البوليس ومشات كتجري كتبكي وهي حفيانه. ملي دخلت عند البوليس قالوا لها مالك مالك على هاد الحالة مالك على هاد الغواز، قالت لهم رحال غادي يقتلني، رحال هز عليا الموس وحالف تيذبحني ورانا بزز باش هربت منه. دخلوا البوليس وبداو كيسولها اشكون بعد هاد الرحال هذا وعلاش غادي يقتلك، شنو واقع هنايا؟ البنت اللي كان سميتها فريدة اعترفت ليهم بكل شيء، قالت لهم انا ورحال حنا على علاقة لمدة طويلة، هادي الخدمة ديالنا هو انهم كنشفروا كنكريسيو عباد الله، يعني مرة كيسرقوه مرة كينصبوه مرة كيكريسيو. قلت لهم بان اخر عمليه درناها كانت عمليه ديال واحد السطو مسلح على واحد المحل ديال المجوهرات كاين في مدينه قنيطره، قنيطره حدا الرباط واحد 40 كيلومتر. قلت لهم واحد المحل كان مطرف شويه على ذهبيه الخريق، دخلنا عنده جبدنا عليه المضاج جبدنا عليه الماس قدينا نسرقوا له الفلوس ونديو له الذهب وهربنا. مول الذهب مسكين كان راجل كبير غير كريسيناه ادخل في واحد الحاله ديال الغيبوبه طاح سخف، ربما السيد مريض من السكر ولا خواف ولا الله اعلم، المهم دخلنا عنده سخف قضينا اللي بغينا وهربنا والسيد مغايب.
فعلا رجال الشرطه لقاو بلي كاين واحد البلاغ من عند واحد السائق في مدينه قنيطره، واحد السواق كيبيع الذهب، قال لهم راه دخلوا عليا واحد المراه وراجل وراهم داو ليا رزق. هنا البوليس قالوا لها دابا واش جيتي باش تعترفي ولا شنو؟ شنو السبب اللي خلاك تجي تعترفي بهذه السهوله هذه؟ عاودت لهم كلشي، قالت لهم انا ورحال كنا بيتين في الاوتيل، وديك الليله ملي فنا في الصباح ما لقينا الساك، الساك كنا حاطين فيه الفلوس وكنا حاطين فيه الدم. حنا كنا ديك الليله بيتين شاربين، انا عسنا ما شعرناش براسنا حتى فقنا الصباح، فقنا حتى شي حراج ديالنا. لقينا البلاكار عادي مسدود، ولكن ملي حليناه ما لقيناش فيه الساك، كنا الفلوس والدم حاطين في واحد الساك كحل. غير فقنا وما لقينا الساك، هو بدا يحيي عليا كيقول لي انت اللي سقتي، انت غالبا دايره مع شي واحد جا في الليل دخل وهساك ومشى. قلت لهم ولكن في الحقيقه انا ما ديت ليه حتى حاجه. قلت لهم اللي رجعنا مشينا من لوطيل ورجعنا للدار اللي كاري انا وياه فيها، راح قال لي يا اما غادي تجيبي الفلوس اما غادي نذبحك. قلت لهم عييت من نقول له انا راه والله ما شفت شي فلوس، ياك بجوج بينا نعسنا وبجوج بينا فقنا في وقت واحد. واخا هكاك واش كيقول لها؟ كيقول لها انت متفقه مع شي واحد، شي واحد دخل كيتسلت خليتي الباب محلول، دخل هز الساك وزاد بحالاته. قلت لهم ديك الوقيته هو حالف تيذبحني. فعلا رجال الشرطه يتحركوا مباشره لذاك العنوان اللي عطاتهم فريده، لقاو رحال تما نيت. ملي جابوا لعندهم عاودوا نفس السيناريو. انا رجال الشرطه قالوا ممكن ان شي واحد من وسط داك الاوتيل هو اللي يكون ساق داك الساك. فعلا مشاو لذاك الفندق وبداو كيديروا الابحاث والتحريات ديالها، بداو كيسولوا على شكون اللي كان بايت هنايا في الاوتيل ديك الليله اللي وقع فيها المشكل، شكون دوز الليله تما. جبدوا ليستات ديال الناس اللي كانوا تما، انا السيد اللي في الاستقبال عنده جميع المعلومات، وكاع الاوتيلات كيسجلوا كلشي، كاع اللي دخل تما كيحط فوتوكوبي لا كارت ديالو كيسجلوا البيانات كامله، اللي دخل كيخدم منه لا كارت ناسيونال كيقيدوا منها المعلومات. حتى لا كان ريشيرش البوليس كيجيو ليه يهزوه من الاوتيل بلا ما يعرف. عطاهم شكون اللي كان بايت عندهم تما في الاوتيل، عطاهم جميع الاسماء بالاضافه للسميه ديال ميمون. قال لهم الغرفه اللي لاصقه على الغرفه ديال هاد الجوج، هاد الراجل وهاد المراه، راه كان بايت فيها واحد السيد هو والام ديالو. ملي سولوا على داك الصباح واش ما خرجتيش ما شفتي والو ما بان لكش حركه ماشي يعني، فين السيد في الاستقبال قال لهم بان داك الراجل شتو داخل مع الفجر ولكن ما كان في الدوال وكان هز غير الشفنج وكيساند تحت، يعني غالبا راه خرج من الاوتيل باش يجيب ما يفطر هو والام ديالو. ولكن بالنسبه لرجال الشرطه اي واحد كان في داك الاوتيل خاصهم يشكو فيه، خاصهم يديروا البحث والتحريات ديالهم عليه، وفعلا داروا البحث ديالهم على ميمون. عرفوا ان ميمون من مدينه الناظور. ميمون ملي خبى الفلوس في المطموره ورد كلشي كما كان، فعلا دقوا عليه ولاد عمو، يعني داكشي اللي متوقعو صدق بالصح. دقوا عليه وقالوا له علاش جيتي؟ قال لهم غير ما نسات شي حاجه، بغات شي حوايج ديالها وراه صيفطاتني باش نجيبهم ليها، وانا غادي دابا بحالاتي. فعلا شافوا هز واحد الصاك، قالوا صافي 100% راه جاي هز شي صخره منه وغادي يمشي بحالاته. ميمون سد الباب ديال الدار، عاوتاني خرج للطريق شي طاكسي كبيره ورجع للدار ديالها، الدار في الناظور. الطريق كلها هو كيحلم شنو غيدير بديك الفلوس، قال مع بالو دابا عرقد الامور. جلس واحد المده حتى تبرد القضيه، غنشري طاكسي وداك الطاكسي المدخول ديالو غادي نعيش، عوض ما بقى كنخدم في الترابندو شري طاكسي ندير له شيفور والطاكسي بقى خدام عليا. يعني السيد جاي الطريق كامله وهو كيبلاني شنو غادي يدير بالفلوس. رجع للدار ديالهم وعاد غادي ينعس ويرتاح، ولكن الغد اللي في الصباح يتفاجئ بالجدارميه كيدقوا عليه الباب، جايين وكيدقوا على الدار ديال مو. سولوا الام ديالو وقالوا لها فين ميمون، قالت لهم راه خارج غير يجي غنقول له يجي عندكم. ميمون كان ما عارفش واش جايين عنده على ديك القضيه ولا على شي حاجه اخرى. المهم مشى عندهم المركز ديال الدار وبداو كيسولوا على المشيه اللي مشى هو مو الرباط. انا ميمون كان متاكد من اللي سولوا على الرباط، تاكد انهم عرفوا القضيه ديال الفلوس والذهب اللي تساق. قال لهم فعلا مشيت انا ومال ديتها للطبيب ديتها الرباط، درنا التحاليل شافهم الطبيب عطانا رونديفو وجانا بحال هكا. السيد كان كيهضر وعنده واحد الثبات انفعالي اللي كان في شي شكل. رجال الدار سمعوا الهضره ديالو ولقاو بلي هضرته والتصريحات ديالو مقنعه، ولكن في نفس الوقت ميمون عيبقى تحت المراقبه، ماشي شي مراقبه اللي مشدده، وانما رجال الدار ورجال الشرطه كانوا رادين معاه البال ورادين معاه البال مزيان، حيت اللي كانوا تما في لوطير كل واحد حاضينه
يعني ما غادي يزقلو حتى واحد، غالبا شي واحد منهم اللي ادى ديك الفلوس. هو اش كيقول ميمون؟ كيقول لك فلوس ما غاديش نقيس ليها حتى تنسى القضيه. دازت تقريبا مده ديال عام، ميمون ديك الفلوس نساها ورجع كيخدم في الديوانه بحال من قبل، كيقيل يبيع ويشري في طرابندو. الحياه ديالو بقات مستمره بطريقه عاديه، بقى هكاك حتى كمل العام 12 شهر وهو صابر على الفلوس. قال دابا نمشي نحاول نبيع داك الذهب، نشري تاكسي ونحاول نبدل الحياه ديالي. هو قال مع بالو صافي القضيه تنسات، راه عام باش عام داز على القضيه، مستحيل يكونوا مازال شاكين فيا او مازال مراقبيني. هنا بدا كيفكر داك الذهب كيفاش غادي يدير يبيعو. قال مع بالو الا مشيت عند شي مول الذهب ممكن انه يعيط لي مباشره للبوليس، ولا يعيط للبوليس يتاكدوا ان داك الذهب راه مسروق وانا اللي سارقه، انا ما عندي لا ورق ديالو لا والو. مشى عند واحد صاحبه اللي كان حتى هو وياه كيخدموا نفس الخدمه، اللي بجوج بهم كيدخلوا الديوان وكيديروا التهريب، وبدا كيتشاور معاه. قال له راه عندي واحد الذهب وراه شاك ان داك الذهب مسروق ورانا باغي نتسنى منه وباغي نبيعه. وما قالوش الكميه اللي عنده، قال له عندي واحد شويه الذهب وباغي نبيعه وصافي وما عرفش شنو غادي ندير. هنا الصديق ديالو شنو غايقول له؟ قال له داك الذهب الا بغيتي تبيعه بثمن زوين ولا بغيتي تبيعه بلا ورق وما يدير لك لا مشاكل لا والو وما يشك فيك حتى شي واحد، خاصك ديه مليليا. هز داك الذهب اللي عندك ودخلو عادي بحال غادي تبيع وتشري كما العاده، سير عند شي ذهبي تما، شي ذهبي اللي معروف مليت في ليبيا وغادي يشريه من عندك. قال له راه كاين واحد الذهبي مغربي تما وراه المغاربه كاملين كيتعاملوا معاه وكيعطي ثمن مزيان. فعلا ميمون بالنسبه ليه كانت هذه فكره زوينه، يعني اعتبعد عليه جميع الشكوك واعتبعد عليه المشاكل. رجع للدار ديالهم اللي كاينه في العروبيه في سيدان، هز ديك الشكاره، هز الذهب كامل، الفلوس خلاهم تما في المطموره، الذهب قرر انه يديه مع المليليه ويبيعه. الغد اللي في الصباح قرر انه يدوز في الديوانه بحال ديما ويدخل داك الذهب لمدينه المليليه. ولكن الحاجه اللي ما طاحتش عليه في البال ان من السعد ديالو الكحل الناس كاملين داك النهار كانوا كيتقلبوا، مره كيهدفوا هاد الهدفات. دابا راه كلشي ولا يتقلب، ولكن هادي شحال مره كانوا كيقلبوا. اول ما دخل الديوانه يعني باقي عاد في الجمارك المغربيه، مازال ما وصل حتى للجمارك ديال اسبانيا، الديوانيين المغاربه غادي يقلبوه. ملي قلبوه لقاو عنده الشكاره ديال الذهب. هنا مباشره عيطوا للدرك الملكي اللي جاو على وجه الصراخ. ملي سولوا على داك الذهب قال لهم حق الذهب ديال الوالده. ولكن هو الحاجه اللي ما كانش عارفها ان بالنسبه لرجال الشرطه ولا المحققين الملف راه مازال مفتوح، مازال عارفين بان راه كاين شي ذهب تساق. اول ما شافوا كميه كبيره خاصهم يعرفوا واش ديالو ولا هذا هو الذهب اللي مسروق. كاع الناس اللي كانوا في داك الفندق ولا في داك لوطيل راه كانوا اصلا متبعينهم، كل واحد حاضرين ومراقبين. البوليس كيشوفوا التحركات ديال الجميع. فعلا ملي شافوا داك الذهب هذاك شكوا فيه، عيطوا المولى جابوه لتما عندهم. جا الناظور اول ما شاف الذهب قال لهم هاد الذهب هذا راه ديالي، هاد الشيء هو فعلا اللي تساق ليا. انا ميمون بقى مصدوم ما عرف ما يقول، والسيد ما فرحش كاع بالفلوس ولا بالذهب، ما تبتع بيهم، ما باع، ما شرى، ما شرى الطاكسي اللي كان كيحلم به. يعني الفلوس بقات عنده بحال الامانه، بقات المده ديال عام. المبلغ الوحيد اللي صرف منه هو 5000 درهم. فعلا مشاو معها الدرك الملكي حتى للدار ديالهم اللي كاينه في الباديه جماعه سيدان. ملي هبط المطموره اجبت ليهم الفليسات كما هما، كما خبعها مازال باقا. ولدها مسكين فلوسه حلال. هاد ميمون هذا وقع له بحال داك الجن اللي كيكون مع الكنوزه، غير حاضر الفليسات، بقى حاضر داك الذهب المده ديال عام بحال كان مخبعهم لمولاها. والفلوس والذهب كو كانوا بقاو عند الاخرين، عند دوك الجوج المراه والراجل، كراهم فرتكوهم كامل. الله جعل سبب لهذا السيد ان ميمون يشدهم وداهم للدار ديالو بحال خبعهم له، امانه كانوا عنده. ميمون دوزو المحاكمه، تحكم عليه بعامين ديال الحبس بالتهمه ديال السرقه الموصوف. ميمون الفلوس بقات عنده عام كامل ما دار بها حتى شي حاجه، ادى غير عامين ديال الحبس فابور، عامين الحبس مقابل 5000 درهم اللي كان صرف. ديك المره اللي سميتها فريده والسيد اللي سميتو رحال، بجوج بهم تحكم عليهم ب 10 سنين ديال الحبس. اصلا كانوا عندهم بزاف ديال المعلومات. اولا تكوين عصابه اجراميه، السطو المسلح اللي داروا على داك الذهيب وعاد اعترفوا بزاف ديال المناتيف، السرقه الموصوفه يعني التهديد بالسلاح الابيض، بزاف ديال التهم. هادشي اللي غيخلي القاضي يحكم عليهم بجوج بهم 10 سنين ديال الحبس. شوف السيد ضيع حياته، ضيع مستقبله. هاد الميمون هذا ما مولفش يسرق، ماشي مجرم، خوتو راه كانوا كيوجدوا له شي كونطرا ولا هذيك باش يسيفطوه للخارج،
اللي كيصاوبوا الوريقات ديالو. ولكن السيد ملي دوز دابا الحبس هاد العامين يولي عنده الوسخ، صعيب عليه انه يمشي للخارج ولا انه يخدم شي خدمه، صافي ولا عنده الدوسي كحل. المهم الله يكتب علينا مكاتب الخير، ولا خرجنا من دار لعيب لعيب، الله يرزقنا حسن الخاتمه ويجعل اخرنا حسن اولنا، ويجعلنا خفاف ظراف على قلوبكم اخوتي اخواتاتي، دوزوا بخير، تقعدوا ان شاء الله في نفس الموعد. تهلا.